هذا السولونويد مثل ما شايفين هنا، أربع أسنان تحت هنا في المنطقة هذه، ونفس الترتيب اللي هو 1 2 3 4، 3 و4 أرضي، واحد واثنين الداخل والخارج أو الفتح والغلق للدفلوك. بس بوصل هذا بس علشان يسهل علينا توصيل الأسلاك بإذن الله، ونكمل بعده. حسب الشكل طبعا الفيش معكوس هالحين، هذا يعني هنا الرأس، فواحد اثنين ثلاث أربعة بالشكل هذا. الآن 3 و4 أرضي، زين هذا السلك أنا موصله للأرضي بس كتجربة، وكذلك واحد فتح أو اثنين، واحد فتح وواحد قلق، لكن كلهن يجيهن موجب. أنا بختبرهن الآن، هذا موصله بالأرضي، الأرضيات موصلهن بالأرضي، وكذلك هذا بمدد بس أشيك عليه من عند البطارية ونشوف فيه تفتح وتسكير للبلف ولا لا. إن شاء الله الصوت واضح، لكن يفتح ويسكر البلف طبيعي. إذا إن شاء الله إنه طريقتنا جيدة حتى الآن، ونكمل التوصيل بشكل صحيح. ومثلا عرفنا إنه والله واحد فتح وواحد قلق، والأرضي أوريدي واصل هنا، أقدر أشبك وأوصل. لكن تبلش بعملية توصيل الأسلاك إلى داخل السيارة، وبنفس الوقت موضوع الأمان والسكيورتي، تخاف إنه والله لسبب ما يصير قفل الدفرنس وانت على سرعة عالية او شيء. طيب وش الحل؟ انا اقترح الحل التالي. صورة الان معنا هذا كتاوت، زين الثلاثين اللي هو دائما الحال، وهذا اللي حتى هذا الثلاثين هذا اول واحد، هذا راح يكون موجب، ونوصل معه ايضا اشارة السويتش اللي هي الازرق، اللون الازرق، زين هذول راح يروحن للسويتش، ورايح يروحن للدقمة اللي راح تشغل لنا الدفلوك. طيب هنا هذه 87 و87A، زين نوصل 87A اللي هي دايم مستمرة، هذه نوصله بالأوبن اللي هو بالسلك اللي طلعناه من هنا اللي هو مثلا هذا، زين نوصله معه. والثانية اللي هو اللي بعملية غلق أو تشغيل الدفلوك راح نوصل الـ 7-8 فيها، فإذا اشتغل راح يعشق الدفلوك اللي هو الـ 8-7، وإذا طفينا الدقمة راح يرجع على وضع تشغيل الفتح اللي هو اللون البرتقالي هنا اللي هو الـ 8-7A، هذا طبعا راح يروح للأرضي. عندنا بالشكل هذا مثل ما قلنا الأزرق والأحمر اللي هي 30 و85 تقريبا، هذه نربطها في الكهرباء بالسويتش. ال 87 اللي هي يفترض ان 87A اللي دائما واصله، هذه نربطها بالفتح، خط الفتح اللي جاي من الدفلوك اللي هو افترضنا هذا اللون الازرق، وخط القلق اللون الاحمر ايضا نشبكه باللي لما نشغل الدقمه يفتح الدائره الثانيه ويسكر الدائره هذه اللي هو اللون الاصفر هنا. شابكين الواير، شايفين حركة التواير مع بعض يدلك على ان الدفلوك الان شابك صحيح، ما في مشاكل ان شاء الله. بنروح نفصله ونجرب كيف يصير الوضع. هذا الان يفترض ان فصلنا الدقمة لو في دقمة، وبنشوف كيف يشتغل. ايضا كهربائيا قلنا هذا 3 و4 تتوصل مع الارضي حق 85 هنا 85 اللي هو واحد من سواء 85 او 86، نوصله مع 3 و4 في الارضي، زين ناخذ رقم 1 اللي هنا ونشبكه ب 87 هذا، وناخذ رقم 2 ونشبكه ب 87، عفوا 1 في 87A و2 في 87. طيب كيف نتحكم فيه؟ ناخذ 86
الواير اللي متصل ب 86، طبعا على كل كتاوت بالمناسبه هنا تحصل مكتوب الارقام علشان ما يصير في خلاف. تحت هنا تلقى مكتوب على كل سنه 87 87A 85 86. ف 85 او 86 ما هي مشكله، تعكسهن تخلي موجب او سالب. فناخذ ال 86 ونوصله بالدقمه اللي داخل الغماره او داخل الطبلون اللي تفتح وتقفل الدفلوك. فلما نضغط، لما يكون الدقمه ما هي موصله، راح يكون الكهرباء من 30 الى 87A اللي هو الفتح، ويكون الدفرنس فاتح دائم. لما نجي نشغل الدقمه رايح يتحول الكهرباء من 30 الى 87 اللي هو قفل الدفلوك، الى ان نطفي الدقمه مره ثانيه ويرجع الى الفتح مباشره، هو اوتوماتيك. هذا القصد فيه. طبعا انا شلت كل هذه عشان للتوضيح. الدائره الكهربائيه عندنا هنا واحد فتح الدفلوك، اثنين قفله، ثلاثة وأربعة هذا الفيش اللي موجود أصلا بنفس السويتش حق الدفلوك. ثلاثة وأربعة هذه اللي تتوصل مع الأرضي. الدائرة تكون بالشكل التالي، هنا الكتاوت إذا ممكن تشوفون، هنا الكتاوت رقم 30 يتوصل كهرباء، أنا أفضل على كهرباء السويتش، ونستخدم فيوز قريب من المصدر. كذلك 86 السنة 86 هذه تتوصل كهرباء بفيوز قريب من الدقمة. الدقمة هذه داخل عندك داخل السيارة الغمارة، تتحكم فيها بتشغيل وقفل الدفلوك. يعني إذا بغيت تشبك الدفلوك ترص الدقمة هذه رايح يقفل الدفلوك، إذا تبي تفتحه بس تفتح الدقمة خلاص يرجع الكهرباء من 30 إلى 87A اللي هو إلى واحد اللي هو الفتح حق الدفلوك. السنة 85 مع 3 و 4 اللي جايات من هنا تربط كله بالأرضي حق السيارة. تقريبا هذه اللي هي 87 مثل ما قلنا، هذه تشبك مع واحد اللي هو هذا، و 87 عفوا 87A هي اللي تشبك مع واحد، و 87 تشبك مع رقم 2 اللي هو قفل الدفلوك. وبكذا إذا كان انت راس الدقمة، اذا الدقمة ما هي مرصوصة راح يكون الكهرباء تجي من هنا على 30 على 87A وعلى الفتح دائما مفتوح. اذا والله لا تبي تقفل هذا مباشرة رايح يقفل عندك، يصير الكهرباء من 30 الى قفل الدفرانس الى 2، فيقفل الدفرانس. مجرد ما تفتح الدقمة يرجع الكهرباء الى 1 اللي هو فتح الدقمة، ويرجع لك الدفلوك مرة ثانية. هذا أظنه كذا واضح، وأي استفسار حاضرين فيه. فلا ننسى أنه 86 هي اللي تأخذه وتوصله عندك داخل الغمارة، أو تشبكه بدقمة اللي داخل الطبلون علشان تتحكم بالدفلوك. السلام عليكم. طبعا موضوع توصيل الكهرباء يعني يمكن كأنك سويت كل شيء وكالة، لكن مثلا فرضا واحد يقول أنا أبغى أشتري ديفرنس وهو أصلا في ديفلوك وأبغى أشبكه بلا هالشغل هذا كله كهرباء وتوصيلات ومدري إيش، أنا ما أبغى هالسوالف هذه. كل ما عليك طول العمر شايفين تأخذ هوز الثلاجة اللي هو هذا اللي هو السحب، زين نوصله بهوز، أنا بس حاطه هنا للتمثيل أو للتجريب، زين نوصله على بلف قسامين، واحد فتح للدفلوك وواحد قفل للدفلوك. بغيت تفتح الدفلوك طبعا يكون مفتوح دائم، وبغيت تقفل الدفلوك ايضا من هنا بالشكل هذا، يمكن ما هو واضح لان اللون اسود، زين فتفتحه تقفله بالشكل هذا مثلا كذا مقفول وكذا مفتوح، ونفس الشيء تفتحه من هنا وتقفله من هنا، وتقدر توصل مواسير عادية الى الدفرنس، مواسير صغيرة اظن 6 ملي او اقل او 4 ملي اللي هي تعادل هذه، زين عشان تشبك بنفس فتحات حقات الدفرنس، وبكذا يشتغل معك طبيعي. انا الان مجربه وبوريكم، لكن عندي مشكله طلعت انه ماسوره فتح الدفلوك فيها مقفله، فاخذ من الجهه هذه من اللي هي القفل وحول على الفتح علشان يفتح لي الدفرنس اذا قفل مره ثانيه. انا بشوف مشكله هذه الماسوره، لكن هذه الفكره، يعني بامكانك الغاء كل شيء اسمه كهرب بنفس الوقت كل التعقيدات هذه. طبعا هذا الخزان اللي يجي مع الدفلوك اعتقد انه يسمونه اكيوميليتر،
أتوقع هذا عمله. الأكيوموليتر هو أنه ما يخلي الهواء يدخل للثلاجة زيادة أو علشان ما تتغير في الار بي ام. هذا ممكن الطريقة اللي أنا مسويه ممكن لما يكون بداية التشغيل وكذا ترفع معك الار بي ام، لكن يفترض أنه ما. بس أنت متى احتياجك أصلا للدفلوك؟ مثل خلونا واقعيين، مثل تنسيم التواير، مثل شبكة الدفرنس، ننزل ونشبك، ننزل وننسم، نفس الشيء يا أخي. وش المشكلة؟ انزل وشبك الدفلوك إذا صار عندك موقف معين، أو لأنه نادر ما يحتاج. وهذه بس الفكرة، وأنا بأوريكم أيضا أنا شغلته هالحين وجربته ما في أي مشاكل. وأي أحد يقول لي واجهته مشكلة يا ليتي والله يكتب لي في الكومنتس. كلين مقبولات، الدفرنس يفترض أنه مفتوح، شايفين اللي تحت اللي ورا ذاك ثابت ما يتحرك. نروح نقفل مرة ثانية ونشوف، لأن القفل هنا زين. ها نقفله، نقول بسم الله كذا. يفترض أنه قفل الدفرنس. شايفين كذا قفل، كذا قفل، يدور مع بعض التواير. الآن بحاول أفتحه رغم أن الماسورة لقيت فيها منفني البلاستيك فيضعف الدفع. فنقفل اللوك هذا ونفتح فتح الدفرنس بالشكل هذا. هذا الماسورة للأسف بلاستيك ضعيف فملتوي تحت ومنفني فما يفتح. بس خلنا نشوف لعله يمشي مع الحال. شايفين كذا فتح الدفرنس، يعني الحمد لله ما في أي مشكلة الآن. هذه بس إن شاء الله أن تكون مفيدة لكم. نرجع مرة ثانية، ما دام فتح الدفرنس نقفل الاثنين علشان ما يكون في أي تنسيم للثلاجة، وبالإمكان تركيب بلف هنا احتياط بعد علشان ما يجي هواء للثلاجة مباشرة. شكرا. نهائي، من هنا أخذنا الهواء، شايفين رايح هنا. طبعا شيلنا حوسه الدفلوك اللي هنا كله زين، فضينا المنطقه هذه لو تلاحظون، والكهرباء اللي هنا، وهنا حطينا القسام، جربنا كل شيء تمام ان شاء الله الحمد لله ما في اي مشاكل تقريبا. اعطانا مساحه فاضيه بالمنطقه هذه، وانا من الناس اللي قليل او نادر اني يعني ما اذكر اني احتجت الدفلوك، لكن احتياط اخليه بالشكل هذا. نحتجناه وشغلناه يدويا. انا بس احط اللون هذا احمر علشان اعرف انه هذا قفل وهذا للفتح، بس علشان أميزه. شكرا.